شكرا للزميل سلطان الشامسي. مشاهدينا، النقد البناء قد يفيد الشخص في تطوير نفسه وتطوير أدواته، لكن أحيانا هناك بعض الأشخاص من حولنا يكثرون من النقد اللاذع، وقد يؤدي ذلك لمشاكل بالنسبة للأشخاص المتلقين لهذا النقد، ويؤثر كذلك على تطورهم أو حتى على نفسياتهم. نتكلم أكثر عن الشخصية الانتقادية. معنا في الاستديو الأستاذ عبدالله درويش، مدرب تنمية بشرية. صباح الخير أستاذ عبدالله. صباح نور سرور، حياة الله أستاذ عادي. أهلا أستاذ. أستاذ عبدالله، بداية خلونا نتعرف على الشخصية الانتقادية أو كثيرة النقد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في البداية، الشخصية الانتقادية هي شخصية، يعني هم ينقسمون إلى أكثر من قسم. شخصية عندها حب التصحيح أو التوجيه، أو خلنا نقول في بعض الأوقات حب الوصول للكمال. طيب، هذه الشخصية منبعها من وين؟ منبعها أن يا أما أني أنا حريص على النتائج، أن تكون نتائج إيجابية ومرضية، يا أما أن الجانب السلبي، أن أنا عندي مشكلة داخلية، ما عندي إشباع، عندي نقص، عندي خبرات مريت عليها كانت سلبية، فبالتالي يكون عندي النقد والانتقاد يكون بشكل كبير. كيف يعني ما عنده إشباع؟ يعني مثلا أنا أبحث عن الظهور وما حد سلط علي الظهور. تمام. أنا أبحث عن التركيز والاهتمام وما حد اهتم فيني. أنا عندي نقص في المعرفة، بس ما أبى الناس يقولون أنك أنت ما تعرف. أنا ما قدرت أنجز، وما أحب أن الناس يقولوا لي أنك أنت فاشل وأنك أنت غير قادر على الإنجاز. فشو اللي أسوي؟ أسهل طريقة، بدال ما أنا أجتهد وأشتغل على نفسي وأرفع من معرفتي وقدراتي، خلني أنتقد الناجح، خلني أنتقد الشخص اللي ينجز ويعمل، وأبدأ يعني أتمسك ببعض الكلمات والأمثلة والمصطلحات اللي دارجة عند الناس. والله أنت متعب عمرك بدون فايدة، رابط رأسك بلاوية، ويبدأ يتمسك. وقالوا الناس أنك أنت غيرك جربها، أنت ليش تسوي؟ هو يحاول أن يثبط من عزيمة الآخرين، لأن المشكلة منبعها من الداخل عنده. يعني هو في البداية ما عنده مشكلة مع الطرف الآخر، هو المشكلة داخلية. يظهر في الشكل الخارجي، وإن شاء الله أن الناس هذين ما يكون عددهم كبير، يظهر في الشكل الخارجي أنه هو الشخصية الناصحة، الشخصية الحريصة، الشخصية اللي تبحث عن النتائج الإيجابية، بس هو داخليا يدور عن إشباع ذاته، يدور أن يبعد عن نفسه أي خلنا نقول أي نقد له، هو أي تركيز عليه في الجانب السلبي. أما الجانب الإيجابي، قد أكون أنا مربي، قد أكون أنا مسؤول، قد أكون أنا صديق، أخ، زوج، زوجة، ويهمني الطرف الثاني، فأوجه له النقد، أوجه له النقد بشكل الصحيح. وطبعا المفروض أن النقد يتوجه بأسلوب صحيح، وهذا اللي بنتكلم عنه إن شاء الله. إن شاء الله. يمكن لي ذكرت أستاذ عبدالله موضوع الإسقاط، لما شخص يعاني من مشكلة معينة أو يعاني من نقص في شيء معين، فيحاول أن يسقط هذا الشيء على الطرف الآخر، عشان مثل ما قلت أستاذ يحبطه أو يقلل منه، فهي مشكلة في نفسه، فيحاول يعني يعكسها على الآخرين. متى أستاذ عبدالله يتحول النقد لموضوع غير مقبول؟ ممتاز. يتحول النقد لموضوع غير مقبول إذا أول شيء أنت تدخلت في شؤون الآخرين. يعني أنت الشخص اللي موجود قدامك، حتى لو كان زميلك في العمل، حتى لو كان صديقك، حتى لو كان شخص مقرب لك، بس أنت الموضوع ما لك دخل فيه لا من قريب ولا من بعيد. فأنت تتدخل في شؤونه، هذا واحد يكون غير مقبول. الشيء الثاني، إذا كان الانتقاد للشخص مش للسلوك، تمام، هذا يكون غير مقبول. إذا كان الانتقاد بسبب الانتقاد، أنا ما عندي سبب وجيه، بس أنا بانتقد، بس بقول لك أنت غلطان. يعني كثير من الناس لما ينتقد، بالمناسبة خلنا نقول شو الفرق بين الانتقاد والنقد. النقد إيجابي، الانتقاد سلبي، أبحث عن الأخطاء، أبحث عن المشكلة عشان أنتقد فقط. طيب، لما تقول أن أنا هذا الفعل اللي سويته خطأ، شو الصحيح؟
يقول لك ما اعرف بس انت اللي تسوي غلط. طيب ان شاء الله شكرا، انت قلت لي اللي انا اسويه غلط، شو الصح؟ ما عنده جواب. يبدا يوجه لك، يستخدم كلمه انت او انت، انت ما تعرف، انت غلطان، انت ما تنجز. طيب انت ليش توجه لي التهم؟ يعني زين شو اللي لازم يقوله؟ يقول مثلا النتيجه كانت غير مرضيه، الاسلوب اللي اتبعناه، ولاحظ بكلمه الجمع اتبعناه، يعني انا استويت شريك معه، الاسلوب اللي نحن اتبعناه نحتاج نحن نغيره. فرق اني انا اقول الاسلوب اللي نحن اتبعناه نحتاج نغيره، وفرق اني انا اقول يا اخي انت تصرفاتك كلها غلط، او عدل اسلوبك، او عدل اسلوبك. شو اللي يستوي؟ اني انا ياس القي سيل من الاتهامات على الطرف الاخر، لما يستشعر هو ان انا ياس اتهم او انتقد بهذا الشكل، الموضوع بدال ما يكون الدفاع عن السلوك يكون دفاع شخصي. انت ياس تتهمني انا، فانا لازم ادافع عن نفسي، لازم. طلعنا عن موضوع السلوك، طلعنا عن موضوع النتائج، طلعنا عن الحرص على العمل. لما حد يقول لي انت انسان كسول، اقول له انا مو كسول، شوف نفسك. فشو يسوي؟ تبادل الاتهامات. نسينا موضوع الشغل والانجاز. فالانتقاد ما يكون مقبول اذا وجهته للشخص، ما يكون مقبول اذا ما كان لك شغل فيه، ما يكون مقبول اذا كان قدام الناس. يعني كثير من الناس قد يستشعر داخليا انه فعلا اخطا. بس لما توجه له الانتقاد بشكل لاذع او بشكل سلبي امام الاخرين ما يتقبلها منك. يقول لك يا اخي خذني على جنب وقول لي اللي عندك. ولذلك كثير من المدراء، المسؤولين، المربين، لما يحتاج ان يعدل في سلوك معين يقول له تعال باك، ويوديه في المكتب ولا يوديه في مكان ما في حد، ويسكر الباب ويبدا يتكلم معاه بطريقه وديه، يوصل له الفكره، حتى لو لا سمح الله يعني اضطر انه يعنفه ويقول له كلمه مثلا يوجه له انتقاد فيها، ما حد يسمعه. حفظ شخصيته. دائما في موضوع النقد والانتقاد لازم ننتبه ان نحن نحفظ شخصيه الشخص، نحفظ كيانه ومقامه، نحفظ يعني خلينا نقول نحط له خط رجعه، انه لما بيرجع لزملائه، بيرجع لاقرانه، بيرجع للمجتمع، بينجز مره ثانيه. انت قبل شوي المدير قال لك انت ما تفهم. الحين كيف نحن بنقبل منك صح انك انت تتوجهنا وتعطينا معلومه معينه. فلازم انا اكون منتبه لهذه الجزئيه. استاذ عبد الله، حديثك خذاني لسؤالين مختلفين تماما. السؤال الاول او الفكره الاولى موضوع الانتقاد، وطرى على بالي ان يمكن احنا لما كنا اصغر سنا كنا متعودين مثلا على انتقاد او نقد بشكل مباشر، بشكل ان انا اكون حاضر جسديا في المكان. لكن اليوم مع وسائل التواصل الاجتماعي، صورتك، ادائك، ما تقدمه يتعرض ليس فقط للنقد لكن للانتقاد. فكذلك ممكن استخدامه لوسائل التواصل الاجتماعي، او الاشخاص اللي موجودين على وسائل التواصل الاجتماعي يستخدمون الانتقاد بشكل كبير وبدون حتى يمكن ما اعرف الشخص فيسمح لنفسه انه ينتقده. كذلك نتحدث بالضبط لان كثير من الناس الحين، اول شيء اذا انت عرضت نفسك للناس لازم تتقبل الاراء. طيب الحين الطرف الثاني اللي يشوفك ويحط نفسه حكم عليك، شو اللي خلاك او منو اللي نصبك انك انت تكون حكم على الناس؟ يعني انت كيف اعطيت لنفسك الحق انك انت تي وتقول للشخص، تهاجمه في شخصه او تهاجمه في موضوع معين هو يتكلم فيه؟ اول شيء نحن نحتاج ان نرد ونحاسب نفسنا ونسال نفسنا، هل انا ارتضي هذا الاسلوب اللي انا استخدمته مع الشخص هذا ان حد يستخدمه معي؟ هذا واحد. الشيء الثاني قبل ما انا اتكلم واوجه الانتقاد للشخص اللي موجود في وسائل التواصل الاجتماعي، هل انا مختص في هذا الموضوع ولا انا مش مختص؟ يعني بهدف اني انا ما عجبني كلامه او ما عجبني اسلوبه راح انتقده. طيب وللاسف الفئه الثالثه هذه مشكله، لانه شاف كثيرين من الناس انتقدوه فهو ينتقد مع القطيع. لما يشوف انه والله اثنين ثلاثه خمسه او بعض الشخصيات انتقدوا هذا فهو ينتقد معاهم. طيب انت ليش تنتقد؟ ما يعرف. تمام؟ زين انا فعلا عندي معلومه صحيحه وعندي فكره صحيحه اريد اوصلها للشخص هذا، وصلها بشكل صحيح. اول شيء اشكره، في تقنيه يسمونها PNP،
ايجابي ان سلبي ايجابي بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف. عطى الشيء الايجابي شكرا لك انك انت تنصحنا انك انت تطلع في وسائل التواصل الاجتماعي تحاول توصل فائده، الا اني انا اختلف معاك في جزئيه ان مثلا ان اذا سوينا هذا الفعل نتيجته تكون سلبيه. انا قريت دراسه لجامعه مثلا محترمه او في جريده رسميه ان الدراسه تقول ان السلوك هذا ايجابي. وبعدين احنا نشكرك انك انت تحاول انك انت توصلنا الفائده. انا هني قلت له ان النتيجه اللي او الكلام اللي انت قلته كان غير صحيح، ويبت لك دليل ان في جامعه او في جريده رسميه او في وسيله اعلام رسميه جابت دراسه تتكلم عن هذه الجزئيه، ورديت شكرتك مره ثانيه، حفظت مكانتك، حفظت وجهك، ما انتقدت شخصك، وصلت لك رسالتي بطريقه غير مباشره، حتى المتابعين الاخرين يفهمون ان الشخص هذا ما عنده غرض شخصي، ما يتكلم من فراغ. فأنا أقدر أوصل له فكرتي بدون ما أنتقد شخصه، ويجيب دليل على كلامي، وأحافظ على هدوئي عشان ما أحول الموضوع لشخصي. تمام. والفكرة الأخرى أستاذ عبد الله اللي طرت على بالي أثناء حديثك، لما تكلمت عن موضوع الشخصنة، لما الشخص ما ينتقد مثلا الفعل أو السلوك، ينتقد الشخص بعينه، ويرجع يعني رجعني هذا الموضوع إلى الأسرة. أحيانا الأم والأب مثلا طفل صغير قام بعمل مثلا غير ملائم أو غير مناسب، فيقولون مثلا إحنا ما نحبك لأن أنت قمت بهذا الفعل، أو إحنا ما رح نعطيك مثلا حب واهتمام لأنك أنت قمت بهذا التصرف الخاطئ، ولا مثلا يقولون الطفل مثلا نحن لا نحب هذا السلوك منك أو هذا التصرف منك. اليوم انتقاد الأهل لأبنائهم قد يكون بسبب حرص أن الأهل يبغون الطفل يكون أفضل. الانتقاد بهذه الطريقة أن نحن مثلا ما نحبك، نحن لا نتقبلك، كيف ممكن يأثر على الطفل في صغرة وفي كبرة كذلك؟ شوفي، مشكلة التوجيه عند المربي وعند الأهل وعند أولياء الأمور في كم الانتقادات الكثيرة اللي توجه للطفل في اليوم الواحد. يعني أنت تخيل إذا أنا شخص كبير انتقدوني مرة مرتين ثلاثة ما راح أقبل، فما بالك أن هذا الطفل الصغير الأب ينتقد، الأم تنتقد، الأخ الكبير ينتقد، العم طايف ينتقد، الجد ينتقد. طيب هذا كم راح يتحمل؟ ومش على سلوك واحد. نحن لازم نرجع وننتبه أن هذا طفل، هذا الحين يكتشف، هذا الحين يتعلم، هذا ما عنده خبرات، هذا ما يعرف أن هذا الشيء خطأ، هذا ما يعرف أن السلوك يسوي. هو حتى لو لاحظتوا يعني كثير من الناس لما تمسك الطفل تقول له ليش سويت، يقول لك ما أعرف، أنا كنت ألعب. ومش قصده أنه مثلا يخرب أو يكسر أو شو اسمه. فأنت لا، كم الانتقادات الكبيرة التي توجهها للطفل يتعب منك، هذا واحد. الشيء الثاني يبدأ يفصل بين يعني بين أنه يسمع كلامك وبين الشعور بالأمان والخوف. أنا خايف، مو شاعر بالأمان، فأنا ما أسمع لك أصلاً. أنت تنتقدني وأنت معصب وأنت زعلان، أنا خايف أني أنا أنضرب. أتكلم عن الطفل، خايف أني أنا أنضرب، خايف أني أنا أحرم من لعبة مثلاً معينة، خايف أني أنا أعاقب، خايف أني أنا خايف. فقدت الشعور بالأمان، هذا الشيء الثاني. الشيء الثالث، مشكلة كثير من أولياء الأمور، المشكلة اللي قلتيها، أنا ما أحبك أنت، ليش ما تحبني؟ لأني أنا كسرت قلاص جيمته مثلاً درهمين. أنت ما تحب ابنك لأنه كسر قلاص؟ لا، أنا ما أحب، يعني ما أحب السلوك، ما أحب السلوك، مش ما أحب الشخص. طيب، فرق دائما أنا أحب ابني، وحتى يوم بعاقبه بقول له أنا أحبك وأنت نظر عيني وأنت كل شيء عندي أنا، بس بما أنك أو بما أن القلاص انكسر تتحمل المسؤولية. طيب كيف يعني أنت بتعاقبني معناته أنت ما تحبني؟ لا لا، أنا أحبك وتعال بضمك وببوسك، بس هذا القلاص من يتحمل مسؤوليته؟ أنت تتحمل مسؤوليته. والشيء اللي بعده أن يعني أنا أضرب مثال في وسائل التواصل الاجتماعي، خلت كثير من الناس يقولون نصيحتهم في 10 ثواني، طيب، أو المعلومة اللي بينقلها في 10 ثواني. أنت كولي أمر جربت
أنك أنت تقول فكرتك في 10 ثوان جربها. ترى الكلام أنت الفكرة اللي تبغى توصل لها مثلا أن لا تلعب في البيت. ليش أنا أمسكه وأعطي نصايح مثلا ساعة كاملة وأكرر نفس الكلام وأرد أتهمه وأرد أنتقده؟ لا، من الآخر قل له أن مثلا مكان اللعب مش في غرفة النوم، مكان اللعب خارج المنزل في الحديقة مثلا، وانتهينا. تبغى تحمل المسؤولية، أنت تتحمل مسؤولية الشيء اللي ينكسر. طيب شو أسلوب التحمل المسؤولية؟ في أساليب كثيرة تربوية. طيب فأنت تتحمل مسؤولية الشيء اللي ينكسر، خلاص خلصنا. أما أني أنا أقول أنا ما أحبك وأنت مو بولدي وأنت ما إيش، أنا مو بولدك عشان قلاص واحد ولا أنا مو بولدك؟ لأن باكر الطفل أو أطفالنا بشكل عام مشاعرهم تكون حقيقية. يعني ما في شيء اسمه والله لا هو أكيد يعرف أني أنا أحبه بس أنا أقول له كذي لأنه كان زعلان. لا، الطفل إذا قلت له ما أحبك يأخذها أنه أنك أنت ما تحبني. الطفل إذا قلت له أنت مو بولدي هو يفصل، يبدأ يفصل خلاص. طيب إذا أنا مش ولدك أنا شو يعني؟ إذا أنا مش ولدك ليش أنت تنصحني أصلا؟ صحيح. طيب فكثير من التبعات لكلمة فقط أني أنا ما أحبك الطفل. صحيح. حوار ممتع معك أستاذ عبدالله درويش، مدرب تنمية بشرية، شكرا لك على وجودك معنا. جزاك الله خير. شكرا.